بتوجيهات من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية، وتحت رعاية معالي الشيخ راشد بن خليفة الخليفة رئيس المجلس الوطني للفنون، أقام المكتب التنفيذي لبحريننا معرض فارس وعلم. هذا المعرض يأتي مواصلة لمبادرات وبرامج المكتب التنفيذي لبحريننا في تجسيد قيم المواطنة وترسيخها. جهود مستمرة يعمل بها المكتب التنفيذي للخطة الوطنية بحريننا، ومبادرات بناءة لتجسيد قيم المواطنة وترسيخها عبر معرض فارس وعلم بين المجد والقوة. سعيد أن أتواجد اليوم في افتتاح هذا المعرض الجميل جدا اللي جسد الروح الوطنية والحس الوطني، والواقع الصور جميلة جدا تمثل الفارس والعلم اللي أخذت في عدة مناطق في البحرين، مناطق حساسة، مناطق أساسية في البحرين، وممزجت بين العلم والوطنية. فجميل جدا أن المزج الفني هذا بين الأعمال هذه والعلم، فيعني سعيد جدا. هذا المشروع وهذا المعرض تقريبا أنجزناه في مدة زمنية تقريبا 3 أسابيع، وتمثل 3 معايير. معايير اللي هي تعزيز قيم المواطنة من خلال رمزية الفارس اللي هو القائد، العلم اللي هو طبعا يمثل علم مملكتنا الحبيبة، وطبعا إنجازات مملكة البحرين. الخطة الوطنية بحريننا تعنى بتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة. تعزيز الانتماء ليست مجرد شعار، ولا هو مجرد كتابة مثل ما يقولون صحفية أو كتابة إعلامية، هي مشاريع تبرز جهود المواطن البحريني. المعرض جسد فن الفوتوغرافيا بأشكاله الإبداعية في إبراز الإنجازات وتأكيد الرمزية التراثية ومعان وطنية قيمة لترسيخ قيم المواطنة. تم افتتاح معرض فارس وعلم من ضمن أنشطة بحريننا اللي هي الخطة الوطنية للانتماء وتعزيز قيم المواطنة. تأتي هاي الفعالية من ضمن مجموعة من الأنشطة للخطة، الهدف منها تعزيز الانتماء للبحرين، ترسيخ القيم الوطنية، وأيضا تسليط الضوء على بعض النماذج اللي احنا نفتخر فيها مثل فنانين البحرينيين. مشروع فارس وعلم هو مشروع وطني. الفكرة من المشروع بأن اخترنا 17 لوكيشن مرتبطين 17 أهداف التنمية المستدامة. المشروع بأن فعلا راح تشوفون مجموعة من الفرسان ومجموعة من الفارسات. هي الفكرة بأن اليوم هاي الفارس الموجود بأن ممكن يكون كل بحريني الأمانة. مع مشروع بحريننا أعتقد بأن احنا حققنا شيء مهم، اللي هو نوصل اليوم مسج إلى المقيمين في البحرين والبحرينيين والسواح والزوار بأن فعلا احنا دائما في المناصب الأولى في أي شيء يتعلق بالأهداف والأمور هذه. يأتي هذا المعرض ليحمل في طياته رسالة وطنية ذات طابع فني قيم ومميز، يستخدم الفن بأشكاله الإبداعية في تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة.